أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها، كلها لله تعالى. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. عبادة الله لها معنيان في الشرع، أحدهما عام وهو امتثال خطاب الشرع المقترن بالحب والخضوع، أحدهما عام وهو امتثال خطاب الشرع المقترن بالحب والخضوع، والثاني خاص وهو التوحيد، والثاني خاص وهو التوحيد. وعبر بالخضوع في بيان المعنى العام للعبادة دون الذل لأمرين: أحدهما موافقة الخطاب الشرعي، أحدهما موافقة الخطاب الشرعي، لأن الخضوع مما يعبد به الله، لأن الخضوع مما يعبد به الله بخلاف الذل، فيكون الخضوع شرعيا دينيا وكونيا قدريا، فيكون الخضوع شرعيا دينيا وكونيا قدريا. أما الذل فهو كوني قدري، أما الذل فهو كوني قدري وليس دينيا شرعيا، فيتقرب إلى الله بالخضوع ويكون عبادة له، ولا يتقرب إلى الله بالذل ولا يكون عبادة له. وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله الأمر من السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله. وخضوع الملائكة عبادة لربهم. وروى البيهقي بإسناد صحيح في قنوت عمر أنه كان يقول: ونؤمن بك ونخضع لك. والآخر أن الذل ينطوي على الإجبار والقهر، أن الذل ينطوي على الإجبار والقهر، وفي ذلك محذوران، وفي ذلك محذوران. أحدهما أن قلب الذليل فارغ من الإقبال بالتعظيم، أن قلب الذليل فارغ من الإقبال بالتعظيم الذي هو حقيقة العبادة. والآخر أنه يتضمن نقصا لا يناسب مقام عبادة الله، أنه يتضمن نقصا لا يناسب مقام عبادة الله المورثة كمال الحال. ومنه قوله تعالى: خاشعين من الذل، وقوله: ترهقهم ذلة. فالعبادة تجمع الحب والخضوع للحب والذل. وفي ضبط ذلك نظما قلت: وعبادة الرحمن غاية حبه، وخضوع قاصده هما قطبان، وعبادة الرحمن غاية حبه وخضوع قاصده هما قطبان، والذل قيد ما أتى في وحينا، والذل قيد ما أتى في وحينا، والوحي قطعا أكمل التبيان، والوحي قطعا أكمل التبيان. ويوجد في كلام جماعة من المحققين كابن تيمية وتلميذيه ابن القيم وابن كثير بيان أن العبادة تجمع الحب والخضوع، وهو الموافق لما سبق. فما وقع في كلامهم وكلام غيرهم يعدل عنه لما سبق
تقريره، ويحمل ما ذكروه على إرادة ذل خاص، وهو ذل الاختيار لا ذل الإجبار. وذل الاختيار هو المعبر عنه شرعا باسم الخضوع، وذل الاختيار هو المعبر عنه شرعا بالخضوع، وما عبر به شرعا مقدم على غيره. وما في كلام بعض علماء اللغة من تفسير الخضوع بالتذلل فهو على إرادة التقريب، فهو على إرادة التقريب، لا أنه يفي بالإفصاح عن معناه كمال الإفصاح، فإن بينهما فرقا عند محققي اللغويين. وممن نص على الفرق بينهما أبو هلال العسكري في كتاب الفروق اللغوية، فجعل الدل مختصا بالإكراه، فلا يقع اسم الدل إلا مع وجود القهر والإكراه. وأنواع العبادة كلها لله تعالى، قال الله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. ودلالة الآية على الأصل المذكور من وجهين، ودلالة الآية على الأصل المذكور من وجهين: أحدهما في قوله وأن المساجد لله، أحدهما في قوله وأن المساجد لله، ومدار المذكور في تفسيرها على اختلافه، ومدار المذكور في تفسيرها على اختلافه يرجع إلى أن العبادة والإجلال والخضوع كله لله، يرجع إلى أن العبادة والإجلال والخضوع كله لله. والآخر في قوله فلا تدعوا مع الله أحدا، وهو نهي عن دعوة غيره، وهو نهي عن دعوة غيره. والدعاء يقع في خطاب الشرع اسما للعبادة كلها، والدعاء يقع في خطاب الشرع اسما للعبادة كلها. ومنه حديث النعمان رضي الله عنه: الدعاء هو العبادة. ومنه حديث النعمان رضي الله عنه مرفوعا: الدعاء هو العبادة، رواه أصحاب السنن بإسناد صحيح. فمعنى الآية: اعبدوا الله وحده ولا تعبدوا معه أحدا، اعبدوا الله وحده ولا تعبدوا معه أحدا. والجمع بين الإثبات والنفي أبلغ الحصر للعبادة، والجمع بين الإثبات والنفي أبلغ الحصر للعبادة، أنها حق متمحض لله عز وجل لا تكون لأحد سواه. نعم.